كما كان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في مقدمة مستقبلي أخيه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد صباح اليوم للمشاركة في ختام تمرين أمن الخليج العربي واحد، كما كان في الاستقبال عدد من المسؤولين بالمملكة والأمين العام لمجلس التعاون وسفير دولة قطر الشقيقة لدى مملكة البحرين.